قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. العبادة الحق بالتوجه إلى الله وحده بالطاعة والدعاء. العبادة أيها الإخوة تكون بالخضوع التام مع الذلة، والطاعة طاعة تامة رجاء تحصيل نفع أو دفع ضرر، كما ورد في القرآن رغبة ورهبة. وتكون العبادة أيضا بشكل غير مباشر، يتسلط الإنسان على الإنسان بشكل غير مباشر عن طريق تقديس صنم أو حجر أو قبر أو شعار، وهذا الشعار لا يضر ولا ينفع. ولذلك يركز القرآن على أن هذه المعبودات سواء كانت شعارات أو أصنام أو قبور، يركز عليها أنها لا تنفع ولا تضر، والذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. فالأسرة التي تحكم الناس عن طريق شعار مثلا، الشعارات التي هي أصنام القرن العشرين، لما تحكم الناس عن طريق شعار أو تتستر وراء شعار، فهذا الشعار يقدسه الناس ولا يستفيدون منه لا نفعا ولا ضر، لا ينفعهم ولا يضرهم، لأن الشعار الوحدة مثلا، أين الوحدة؟ الحرية هي حرية المتسلطين في أن يعيثوا في الأرض فسادا ويتسلطوا على الناس ويتسلطوا على أموالهم، بل ربما يكون التسلط على أعراضهم. والاشتراكية، أين الاشتراكية؟ يشتركون هم في أخذ أموال الناس ويدعون الناس يشتركون في الفقر والجهل والمرض. ولذلك القرآن جاء في مواطن متعددة يركز على تحرير الإنسان من تسلط أخيه الإنسان، ويرسم الله سبحانه وتعالى صورا من هذا التحرر ويضرب الله أمثالا. ففي هذه الآية ربنا تبارك وتعالى يبين لنا دعوة الحق، ويبين أن الذين يتوجهون بالتقديس للشعارات أو للأصنام لا يستفيدون منها بشيء، إلا كمن يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يقول الله تبارك وتعالى له دعوة الحق، دعوة الحق أي دعوة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، أي لا طاعة ولا عبودية ولا ذل إلا لله. والذين يدعون من دونه، هناك أناس يدعون غير الله، أي يتوجهون بالتقديس أو بالطاعة أو بطلب الأشياء من منافع وكذا، يظنون أن هذا المدعو ينفعهم أو يضرهم. يدعون من دون الله من لا يستجيبون لهم بشيء، يعني لا ينفعونهم بشيء أبدا، إلا كما ينتفع باسط كفيه إلى الماء، باسط كفيه هكذا، الذي يريد الماء يضم كفيه ثم يغرف الماء ويوصله إلى فاه. أما أن يبسط كفيه إلى الماء يقول تعال تعال يا ماء أنا عطشان، هل يخرج الماء إلى كفيه ويرتوي؟ لا. فأيضا من يطلب من هؤلاء المعبودات التي يقدسها النفع والضر، والضر لا يصل إلى نفع إلا النفع الذي قدره الله له، وليست هذه المعبودات، ولا يصل إلى ضر إلا الضر، ولا يحصل له الضر إلا الضر الذي قدره الله عليه. فكل شيء بيد الله، لا بيد هذه المعبودات، سواء كانت شعارات أو أصنام أو شمس أو قمر أو بقر، أي معبود أو مقدس من دون الله تبارك وتعالى يتستر وراءه العبودية للمخلوق، إلا كباسط كفيه ليبلغ فاه
يعني يبلغ الماء فاه، وما هو ببالغه، لا يمكن أن يصل الماء إلى فمه ولا يرتوي بهذه الطريقة، أي لا يصل إلى مقصوده. أما الله خالق الكائنات، عندما يتوجه الإنسان إليه بالطاعة والدعاء وطلب الخير منه، فإذا شاء الله بحكمته يعطي سائله ما يشاء أو يدفع عنه من الضر ما يشاء. ولذلك قال الله تعالى أن عبادة الكفار لغير الله تبارك وتعالى ودعاؤهم له، الدعاء بمعنى العبادة، ضلال أي ضياع، لا يفيد ولا يجدي. فختمت الآية بقوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سؤال الكافرين هو غاية البعد عن الخير والحق، لأنها لا تحقق منفعة ولا تزيل مضرة. وكذلك عبادة الأشخاص لا ينتفعون من معبودهم إلا ما قدر الله لهم، ولا يستطيعون أن يوقعوا بهم ضررا إلا ما قدره الله عليهم. فالذي يطلب شيئا ينبغي أن يتوجه بطلبه لله، والذي يريد أن يطيع نظاما يسعده في الدنيا والآخرة فليتوجه إلى طاعة الله تبارك وتعالى فيما أنزل على رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التوحيد الناصع الصحيح الذي يفلح صاحبه في الدنيا، فيعيش سعيدا في ظل نظام وضعه خالق الإنسان والعليم بمصالح الإنسان، ويتحرر عن العبودية لغيره، ويعيش سعيدا في الآخرة خالدا في جنة الخلد، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.